بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتنا النهاردة على الـ Measuring the Occurrence of Disease. Morbidity and Mortality. الـ Morbidity Rates the rates that measure disease. يعني إيه؟ يعني معدلات الإصابة بالمرض. الـ Mortality Rates the rates that measure the death. يعني إيه؟ يعني معدلات حدوث الوفاة. طيب ليه بنعمل الـ Rates دي؟ علشان بنقارن بيها وقت بالتاني او مكان بالتاني. المورتاليتي داتا سهل ان احنا نحصل عليها لانها بحكم القانون في مصر لازم بتتسجل، اللي هي معدلات الايه الوفاة، حدوث الوفاة. على عكس الموربيديتي داتا احيانا بتكون صعبة اننا نجمعها، لان المريض ممكن ما يروحش للدكتور او الدكتور ممكن ما بيبلغش بالمرض. هنبدأ ناخد أول حاجة الموربيديتي ريتس، ودي بتتضمن الانسيدنس ريت، وهي زي ما شايفين قدامنا بتتحسب بأننا بنقسم عدد الحالات الجديدة لمرض معين على تعداد الناس المعرضة للمرض في منتصف العام، والناتج نضربه في 1000. لما بيكون مؤشر الانسيدنس ريت عالي ده بيبقى بسبب حاجة من 3. إما بيكون فيه seasonal increase، وده في حالة الأمراض اللي بتزيد في مواسم معينة زي الإنفلونزا بتزيد في الشتاء. تاني سبب بيكون حصل epidemic، يعني انتشار وبائي، وفي الحالة دي بنلاقي معدلات الإصابة أعلى من المتوقع بالنسبة للمكان ده والوقت ده. تالت سبب بيكون فشل في منظومة الوقاية الصحية. وفي المقابل لو لقينا الانسيدنس ريت قليل فده مؤشر لبرامج رعاية صحية ناجحة. بعد كده من مؤشرات الموربيديتي ريت هو البريفلانس ريت، وده بيشير الى عدد الحالات المصابة ككل وليس الحالات الجديدة. خلي بالكم برضو احنا بنقسمها برضو على عدد السكان at risk في منتصف العام ونرجع نضربها في 1000. طيب امتى بيزيد البريفرنس ريت؟ يا اما الحالات الجديدة عمالة تزيد، يا اما المرض له long duration فبالتالي عدد الحالات القديمة كتير. وعلى عكس كده هنشوف امتى البريفرنس ريت بيقل. هنعكس الكلام اللي احنا قلناه ده، لو عدد الحالات الجديدة قليل او المرض له short duration فبالتالي الـ old case قليل. فيه سبب تالت، ان يكون المرض ده highly fatal، نسبة الوفيات عالية فبالتالي العدد الموجود بالمرض قليل. فمش دايما نقص الـ prevalence rate حاجة ايجابية. عندنا هنا في مصر منظمة تابعة لوزارة الصحة المصرية، وهي الـ National Egyptian Disease Surveillance System، ديت المسؤولة عن تجميع الداتا اللي احنا اتكلمنا عليها دلوقتي. نيجي للـ Mortality Rates. أول حاجة الـ Crude Death Rate، ودي بنحسبها بأننا بنقسم عدد الوفيات ككل على الـ Mid-Year Population at Risk ونرجع نضربها في 1000. وطبعا نقص المورتاليتي ريت ده معناه رعايه صحيه كويسه. عندنا كمان الكوز سبيسيفيك ديث ريت، برضو بنحسبها بتكون عدد الوفيات من سبب معين او مرض معين على الميد يير بيبيوليشن ات ريسك مضروبين برضو في 1000. الريت ده بيوضح لينا مرض معين خطورته وانتشاره في الوقت والمكان والناس المعرضة ليه. وبرضو فيه منظمات عالمية ومحلية بتسجل المعدلات دي. تالت حاجة عندنا هنا اللي هي الـ Age Specific Death Rate، اللي هي بتكون برضو عدد الوفيات
في سن معين على عدد الناس في نفس السن مضروب في 1000. وده بيوضح لينا لو في مشكلة معينة منتشرة في مجموعة عمرية معينة. مثلا من سن 5 سنين ل60 سنة، الفئة دي بتكون فيها أقل معدلات وفيات. فلو حصل زيادة في الفئة دي، ده بينبه المختصين بالصحة العامة البابليك هيلث وركرز بيشوفوا سبب ده ايه. عندنا كمان من المورتاليتي ريتس الانفانت مورتاليتي ريت، وده عدد الوفيات في الاطفال في اول سنة من عمرهم، بتمثل عدد الوفيات في الاطفال في اول سنة من عمرهم على عدد الكلي للاطفال في نفس السنة مضروبين في 1000. يعني هنا الانفانت هو طفل في اول سنة من عمره، وكل ما كان الانفانت مورتاليتي ريت قليل ده معناه رعاية صحية كويسة مش بس للأطفال ولكن كمان للأمهات أثناء الحمل والولادة، لأن أي مشكلة صحية للأم في الفترة دي بتأثر على صحة الطفل في أول سنة من عمره. والطفل في السن ده مناعته قليلة وبيبقى معرض لعدد من الإنفكشن. بالنسبة لنا هنا في مصر أكتر حاجة هي الجي اي تي والريسبيراتوري ديزيز. وطبعا بسبب تقدم الرعاية الصحية عندنا هنا في مصر سنة عن سنة انخفض الانفانت مورتاليتي ريت. فمثلا لو بصينا على الديجرام هنا، في سنة 1967 كان 141 لكل 1000، لكن فضل ينزل زي ما شايفين في الديجرام لحد ما وصل 22 لكل 1000 في سنة 2012. هنيجي هنا لأمثلة لبعض الأمراض. أول حاجة مرض الإنفلونزا، ودي مجموعة الفيروسات اللي بتعمل acute respiratory illness. أول وأخف حاجة إنفلونزا like illness، وده المريض درجة حرارته بترتفع بسيط وبتبقى عنده كحة بدون سبب واضح ولا عدوى واضحة. في كمان درجة عنيفة من الإنفلونزا اسمها Severe Acute Respiratory Illness، وفيه الالتهاب الرئوي نيمونيا، وده بيسببه كذا نوع من الفيروسات والبكتيريا. وطبعا عندنا إنفلونزا الطيور، وأحدث حاجة الكورونا فيروس. عندنا رسمة قدامنا لأكتر إنفلونزا منتشرة اللي قلنا عليها في الاول انفلونزا لايك إلنس، وبين فيها 2 سبايكس اللي شايفينهم، واحده تقريبا في الشتاء نوفمبر وديسمبر، والثانيه باينه هنا في مارس وابريل. اما الكيرف الثاني ده بيشمل البانديميك انفلونزا، وكلمه بانديميك خدناها قبل كده، قلنا ان الوباء لما بينتشر في كل دول العالم وبيبقى لها بيك واحدة. المثال اللي قدامنا على الانفلونزا H1 انتشر بين نوفمبر 2011 ونوفمبر 2011 هنا ويناير 2012. وطبعا عندنا مثال حديث للبيك الجامدة اللي احنا فيها دلوقتي اللي هي COVID-19. تاني مثال عندنا مرض الدفتيريا، وده upper respiratory tract illness. ده بتسببه بكتيريا اسمها كوريان بكتيريان دفتيريا. تعريف الحالات كيس اللي هي كيس ديفينيشن في الدفتيريا، يا اما probable كيس، ودي عندي اساسي upper respiratory tract illness موجود. بالاضافه لكل الثلاث حاجات دول، اول حاجه في غشاء غير طبيعي بيكون في النوز والفارنكس والتونسل واللارنكس. تاني حاجه احنا لسه ما فيش تاكيد معملي. تالت حاجه برضو ما عندناش تاكيد على مخالطه بحاله مؤكده معمليه. امال امتى
الكيس تبقى confirmed. لو عندي برضو upper respiratory tract illness ومعاه الممبرين اللي قلنا عليه، لكن هنضيف عليهم حاجة من التلاتة دول، يا إما تأكدنا من وجود بكتيريا الدفتيريا بمسحة من الأنف أو الحلق، أو تأكدنا من المرض بمعمل الباثولوجي، أو المريض كان مخالط لحالة مؤكدة معملية. هنا قدامنا في الكيرف ده بنشوف عدد الحالات الدفتيريا اللي سجلت بالام او اتش ما بين 1950 و 1985. شايفين هنا الذبذبة في الكيرف طالع نازل. في سنة 1983 طبيب الصحة العامة الابديمولوجيست انتبه للكيرف اللي فات في السلايد اللي فات، ان الحالات المتسجلة وصلت 1000. خاف ان ده يكون اشارة ان هيحصل اوت بريك، لان اخر مرة كان العدد وصل 1000 في 1967. فابتدى ينبه الادارات الاعلى منه، وجوهم درسوا الموضوع ده ولقوا ان لا، مش لازم نخاف، لانه اذا كان العدد وصل 1000 سنة 83 والعدد كان في 67000، في فرق مهم ان عدد السكان اختلف. فسنة 1767 كان العدد اقل بكتير من سنة 1983، فاستخدموا الانستانس ريت. والانسيدنس ريت هنا بانت اهميته، وهنا لقوا ان معدل الاصابة في 67 كان 22 لكل 100000، لكن الاصابة في 83 كانت 3.3 لكل 100000، وطبعا الفرق واضح. هنا شايفين الابديميك كيرف. الابديميك كيرف بتاع الدفتيريا الخط الاسود الغامق بيمثل هنا الانسيدنس ريت الحقيقي. ولو جينا بصينا هنلاقي ان في حدود سنة 60 تقريبا او 59 حصل فاكسين للبكتيريا، وعلى الرغم من كده المرض ما اختفاش تماما، ولكن حدته طبعا بدأت تقل. ومن هنا في قلق، احنا خايفين في اي وقت يرجع يحصل اوت بريك للمرض، وده مرض فيتال طبعا. فنعمل ايه؟ عندنا فئتين اتنين من الابديمولوجيست. فئة بتنزل على ارض الواقع وتحسب الاعداد الفعلية، ودول سميناهم الفيلد ابديمولوجيست. الفئة التانية بتقعد وتعمل ابحاث وتدرس الامور من منظور اعلى، ودول سميناهم الاكاديميك ابديمولوجيست. والاتنين ما يقولوش اهمية عن بعض، لكن كل واحد بدأ يعمل كيرف للمرض. الفيلد ابديمولوجيست رسموا الكيرف اللي باين قدامنا بالخط الغامق اللي هو الاكشوال انسيدنس ريت. اما الاكاديميك ابديمولوجيست رسموا الكيرف اللي هو متوقع للمرض على اساس اللي صار قبل كده، وده بالخط المنقط اللي قدامنا. فاحنا طول ما الاكشوال كيرف الاكشوال كيرف تحت الاكسبكتد كيرف فاحنا مطمنين، لكن لو لقيناه اللي هو الاكشوال كيرف بيعدي الاكسبكتد كيرف لازم نتاهب لاحتماليه حدوث الاوت بريك. ثالث مثال للديزيزز اللي بندرسها او بنتكلم عليها اللي هي الفيرال هيباتايتس. عندنا في مصر الفيروسات الأساسية اللي بتصيب الكبد هي هيباتايتس A فيروس، وهيباتايتس B فيروس، وهيباتايتس C فيروس. هنشوف الكيس ديفينيشن هنا. الحالة بتبقى لو
suspected case لو فيه acute jaundice يعني اصفرار في السكن السكليرا ووجود dark urine. ومن ضمن الأعراض كمان بيبقى في severe nausea اللي هو الغثيان الشديد، سواء في وجود أو عدم وجود fever، فقدان للشهية أو ألم في الجانب اليمين من البطن مكان الكبد. إمتى الحالة تبقى بريبابل؟ في وجود الأعراض اللي فاتت كلها بالإضافة لارتفاع أنزيمات الكبد الـALT طبعا المعني أكتر من 3 مرات ضعف الطبيعي. بالنسبة للكونفيرمد كيس فدي بالإضافة لكل اللي فات فبيكون معانا تحاليل معملية تثبت وجود الفيروس. طيب ناخد مثال على كده، الهيباتيتس A فيروس نلاقيه ان الـ IgM انتي بوديز بتبقى موجودة، وده معناه إصابة حديثة مؤكدة ايه بوجود المرض. طبعا احنا قلنا من ضمن الفيروسات الكبدية الهيباتيتس سي، هنفهم هنا حاجة اسمها attributable risk، دي معناها نسبة حدوث المرض اللي نقدر نربطها بسبب معين. لو بصينا هنا بالنسبة لمصر سنة 2015 رتبوا الريسك فاكتور، الريسك فاكتورز قد ايه هي مرتبطة بحدوث الهيباتيتس سي، كان عندنا من 1 لـ 6. هنتفاجئ هنا ان اعلى سبب لقوه النون شيستوسومياسيس انجكشن، على عكس ان احنا كنا دايما متهمين حقن علاج البلهارسيا هي السبب في المرض. من ضمن الاسباب اللي برضو لقوها هنا البلاد ترانسفيوجن الترتيب الخامس، عشان كده اي حد بيتبرع بالدم بناخد منه الهيستوري كويس، ولو في اي شك لاي امراض ممكن تتقل ومنها الفيرال هيباتيتس بنرفض ان يتبرع بالدم. طبعا حتى اللي بيتبرعوا بيتعمل لهم التحاليل اللازمه بحيث ان الدم يبقى سيف. هندخل في نقطة جديدة وهي الماترنال كير اند فيرتيليتي. هنرجع تاني ونقول ان في مصر بسبب التقدم الملحوظ في الرعاية الصحية قلت الماترنال مورتاليتي اللي هي معدل الوفاة في الامهات من 120 لكل 100,000 سنة 90 الى 45 لكل 100,000 سنة 2013، يعني تقريبا نقص بمعدل 62.5%. بنحسب الماترنال مورتاليتي ريشيو ازاي؟ بنقسم عدد الوفيات في الامهات المرتبطة بالحمل او الولادة او النفاس على العدد الكلي للمواليد الاحياء مضروبة في 1000. هنا اهم سبب قلل الماترنال مورتاليتي ريت هو زيادة نسبة السيدات الحوامل اللي بتوصلهم الرعاية الصحية اللي هي الانتينيتال كير. الكيرف هيبين لنا هنا كان استخدام الانتينيتال كيرف 57% سنة 88 وطلع في 2014 لحد 90.3%. هنيجي بعد كده للكرود بيرس ريت، وده عدد المواليد المسجلين على عدد السكان مضروب في 1000. في كمان هنا الجنرال فيرتيليتي ريت، وده بيكون عدد المواليد المسجلين على عدد الفيميل
ما بين سن 15 وسن 49، ده لأن سن الفيرتيليتي، وطبعا ده مضروب ايه في 1000. البيرث ريت مهم علشان نعرف معدل النمو السكاني، لان بيعتبر الجنرال هنا فيرتيليت ريت هو مؤشر حقيقي لعدد المواليد لكل 1000 فيميل في الفيرتيليتي ايج. في مصر الفيرتيليتي ريت كان 127 لكل 1000 فيرتايل ايه فيميل. ده كان في السنة ما بين 2011 الى 2014. عندنا كمان من ضمن الفيرتيليتي ريت الايدج سبيسيفيك فيرتيليتي ريت، وده بيحسب الفيرتيليتي ريت في مجموعة عمرية محددة. مثال على كده، لما بنيجي نحسب الفيرتيليتي ريت للامهات من سن 15 سنة الى وسن 19 سنة، الى يعني من سن 15 لسن 19، بنقسم عدد المواليد المسجلين للامهات في السن ده على عدد الامهات في نفس السن مضروب في 1000. في مصر كل 100 سيدة بين 20 الى 29 سنة نسبة الفيرتيليتي من 20 ل25 اطفال احياء في السنة، بينما كل 100 امرأة مصرية عمر 45 سنة فيما فوق الفيرتيليتي ريت 3 اطفال احياء في السنة، وده باين في الكيرف اللي قدامنا. في حاجة تانية اسمها التوتال فيرتيليتي ريت، ودي بيدينا صورة عن متوسط عدد الاطفال اللي بيولدوا لكل ايه سيدة، على افتراض ان السيدة دي هتفضل عايشة لاخر الفيرتيليتي ايج، وده بيعتبر مقياس لمعدل الخصوبة الفعلي احسن من الكرود بيرث ريت. شايفين في الشكل اللي قدامنا ان ما بين سنة 55 وسنة 60 كان التوتال فيرتيليتي ريت كان 6.6، هنلاقي انه هينزل لحد ما يوصل 3 تقريبا سنة 2010، يعني كل امرأة هتنجب 3 اطفال بس تقريبا اثناء الفيرتيليتي ايج. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.